كثير من الناس، صلى الله تبارك يبارك لكم في والديكم، ما زال والداه على أيدي الحياة، وهو عنده يعني وظيفة أو مصدر رزق أو كذا، بين فترة وفترة يقط على والدينا. المهم أنه يعطي والديه من ماله إكراما لهما. الذي أريد أن أذكر به، أرجو أن لا تنقطع هذه العطية بعد وفاتهما، استمر بهذه العطية كأنهما حيان. كنت تعطي أمك 50 دينار شهريا، استمر حتى بعد وفاتها 50 دينار، تصدق عنها. كنت تعطي والدك 100 دينار بعد وفاته، استمر 100 دينار هذه صدقة عن والدك. لا تنقطع، لا تقطع الخير خاصة عن والديك، لا تقطع الخير عن والديك، استمر. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. لا تقطع الصدقة الجارية.